لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة إسطنبول التركية الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بكم أستاذ مصطفى. أهلا، حياكم الله. وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن العراقيين باتوا أكثر تشاؤما مع تولي حكومة عادل عبد المهدي المسؤولية. ما دلالات هذا التقرير والنتيجة التي توصلوا إليها؟ حقيقة هذا التقرير يعني يقوم على أساس خاطئ، وهو أن العراقيين كانوا متفائلين بمجيء عادل عبد المهدي، أو أن العراقيين كانوا متفائلين بالحكومات السابقة التي نشأت في عهد أو أنشئت في عهد الاحتلال وصدمتهم حكومة عادل عبد المهدي. في الحقيقة كل الحكومات التي جاء بها الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق يعني صدمت العراقيين وآذت العراقيين وقتلت شعب العراق وسرقته ودمرت كل ممتلكاته، وبالتالي ليس هناك ما يفاجئ العراقيين في هذا به الحكومة. الصراع السياسي القائم بين الكتل السياسية كما يسمونها في العراق، وهي كتل ميليشياوية إرهابية، في حقيقة الأمر ليس جديدا، وتعطيل استكمال الحكومات التي تولد ناقصة وتستمر لأشهر وربما سنوات ناقصة، يعني هذا الأمر ليس جديدا. وبالتالي التفاؤل الغربي بحكومة عادل عبد المهدي وربما بعض الأشقاء العرب أيضا في المنطقة يعني أيضا يتفاؤلون بحكومة عادل عبد المهدي، لكن هذا التفاؤل ليس له مجال للعراقيين الذين يعرفون الواقع بشكل جيد. من ناحيته إياد علاوي اعترف بأن العملية السياسية بعد عام 2003 بنيت على الطائفية والتهميش والاجتثاث، كيف يفسر هذا الاعتراف؟ إياد علاوي هو واحد من أهم الذين سوقوا للاحتلال، ومن قبل ذلك سوقوا للغزو، وبالتالي لا يحق له الحديث عن نتاج هذا الغزو ونتاج هذا الاحتلال. العملية السياسية هي مشروع هذا الاحتلال كما قلنا الأمريكي الإيراني الذي تواطأ عليه الطرفان قبل الغزو وبعد الاحتلال، وبالتالي ليس متوقعا أن يكون إلا هذا هو المشروع الاحتلالي، مشروع الطائفية والاجتثاث والتدمير والتخريب والفساد المتفشي في كل مناحي الحياة. ليس الأمر جديدا، العملية السياسية الاحتلالية كما قلنا عبرت عن نفسها بكل وضوح خلال السنوات 15.5 الماضية، واكتوى العراقيون بجحيمها وليس فقط بنارها، سفكت منهم مئات دماء مئات الآلاف البريئة، وسرقت منهم مئات المليارات من الدولارات، وحطمت فرص الحياة ومرتكزات النمو والنهوض في البلد. هذا الأمر ليس جديدا، وإياد علاوي واحد من الأقطاب الأساسية في عملية الغزو والاحتلال، كما كان أحمد الشلبي وغيرهم من الأحزاب الطائفية العميلة والعرقية العنصرية العميلة. في هذا السياق وبالحديث عن هذا الاعتراف، يظن البعض أنه أو يتساءل إن كان هذا الاعتراف يحتاج إلى 15 عاما أو أكثر حتى يعترف بهذا الفشل السياسي لمثل هذه العمليات السياسية المتلاحقة. هذا تعبير عن غباء الذي اكتشف الآن وعن إجرامه، لأن هذا المشروع كما قلنا هو مصمم بالأساس لتدمير العراق، مصمم بالأساس لقتل العراقيين، لتفتيت العراق وتدمير شعبه وتدمير النسيج الاجتماعي لهؤلاء زرعوا الطائفية منذ قبل أن تطأ أقدام الغزاة أرض العراق. كان هذا مشروعهم في مؤتمرات فيينا ولندن وصلاح الدين وبيروت وغيرها من المحطات التي كانت تسبق عملية الغزو وتمهد له. هذا هو مشروع الطائفية والتخريب والاجتثاث كما قلنا، وسرقة الأموال العامة وتقاسم المناصب، ليس الأمر جديدا. وإذا اكتشف إياد علاوي هذا الأمر مؤخرا فهذا يدل على غبائه
وعلى استمرائه للإجرام بحق الشعب العراقي. شكرا جزيلا لك مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.